على تقاطع الصدق وأتوا من مختلف المناطق اللبنانية. العاملين في قطاع المطاعم والملاهي يعتبرون أنه لديهم 174 سبب لتعديل القانون 174 الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المقفلة، فقاموا بقطع الطريق لمدة ساعة ونص مطالبين بوقف تطبيق هذا القانون حتى تعديله، لأنه بالنسبة إليهم تسبب بقتل السياحة بلبنان، والدفن أقيم في وسط الطريق جنازة للسياحة لحتى جنازة للمطبخ اللبناني الذين يعتبرون أنه لا يمكن التمتع به إلا بما يرافقه من أراجيل ودخان. نحن نعتبر اليوم حالة طوارئ سياحية وحالة عدم استقرار. نحن بنطالب المجلس النيابي الكريم، بنطالب الرئيس مري خلي يعين لجنة نقعد نجتمع معه لحتى نخلص السياحة اللبنانية. ممنوع من هذه اللحظة أي حدا يتجاوب مع أي مخالفة. بدهم يعملوا فوضى، يعملوا من اليوم ليشبعوا. من هذه اللحظة نحن منقاطع هذا القانون. القرار 174 كما هو مردود مع الشكر، وهو ليس إلا حبرا على ورق بعد الآن. كيف ستتجاوب الدولة اللبنانية مع رفض تطبيق القانون 174؟ المجتمع المدني الذي ساهم في إقرار هذا القانون يرى في ذلك سابقة خطيرة تشرع أمام أي كان مخالفة القوانين، وتساءل ببيان إذا كانت لغة الشارع التي أذت القطاع السياحي واشتكى منها أصحاب هذا القطاع هي التي سيتم الاعتماد عليها لتغيير قانون توافق عليها الجميع.